هذا الاحتقان اللي جعلنا يكون ما بيننا وبين الرئيس، وهو انه كيبغي يستعمل الضغوطات على جميع المستويات وخصوصا شطط في استعمال السلطه. وهذا ما كيعنيش ان سميتو غير هاد السلوكات، انه على جميع المستويات وخصوصا المستوى الاول هو انتمائنا للنقابه الوطنيه للعمال وموظفي الجماعات المحليه المنضويه حتى الاتحاد المغربي للشغل. وحنا تنستنكروا هاد الاشياء التي يقوم بها هاد الرئيس. علاش؟ لان كيبغي استعملنا في جميع المآرب ديالو، خصوصا انا في البدايه ديالو ان سرق ليه السياره ديالو انا ككاتب اداري منذ بدايه نجاحي في انتخابات سميتو الجماعيه، انه تقريبا جل الموظفين خصوصا اليد العامله داهم الفيلا ديالو اللي كان دار فيها الحفل. وهذا قلنا احنا اش قلنا ما كاين بها سميتو هذا يلاه بادين، المهم بقى نديروا ليه خاطره بهذا المصطلح وهذا الشيء سميتو، ولكن هو تمادى في الضغوطات. دخلنا معاه في حوار لأخذ مطالبنا التي مطالبنا البسيطة، ودرنا معاه محضر ديال 13 أغسطس 2016 اللي كان بحضور السلطة المحلية ومجموعة من الممثلين النقابيين وبحضور السيد المدير المصالح الجماعية والسيد رئيس مصلحة الموظفين. حق خشين ذاك الملف المطلبي، رغم أن السلطة تفتات عليه هذاك سميتو. عاود درنا دخلنا في اعتصامات وفي احتجاجات سميتو، وناضوا الاخوه باش يبردوا بهذا المفهوم، يبردوا الاحتقان. لكن فوجئنا باقتطاع 15 يوما بدون حاسيب ولا رقيب. إذن هذا هو استعمال السلطة، الشطط في استعمال السلطة. وهذا الشيء راه ما غنسكتوش عليه، لأن غنوجهوا واحد الرسالة أو شكاية إلى السيد وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، ومن بعدها سنحيل القضية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. تنطالبوا بان شي ينفذ لنا المطالب ديالنا المتضمنه في المحضر 13 غشت 2016 خصوصا.